بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلاب بأول درس من دروس مادة العلوم للصف الحادي عشر. منهاج العلوم للصف الحادي عشر منهاج حلو جدا ممتع لأنه بيتحدث عن جسم الإنسان، فالطالب رح يدرس هالمنهاج رح يتعلم كل شيء بيتعلق بجسم الإنسان. رح نبدأ من الحديث عن الجهاز العصبي، بعدين الهرمونات وبقية أجهزة الجسم كلها بلا استثناء، الجهاز الأطراحي والهضمي والدوران والتنفس والتكاثر، كل شيء يتعلق بجسم الإنسان. تقريبا 80% من كتاب صف الحادي عشر هو بالحديث اللي بيحكي عن أجهزة جسم الإنسان. طيب، نحن قبل ما نبلش بالدرس في عندنا بس ملحوظة صغيرة أنا بحب دائما يعني، ولأنه مادة العلوم في أشياء بتكون هي الأساسية، هي لب الدرس، هي اللي الأستاذ بيسأل عنها، هي اللي المطلوب إنه الطالب يتعلمها ويفهمها، وفي فقرات بتكون عبارة عن فقط يعني نقدر نقول نوع من الحشو يعني، لأنه علم مادة العلوم هي مادة العلم يعني، العلوم بشكل عام هو علم وصفي يعني بيوصف كل شيء. فنحن رح نحاول إنه نركز على الأشياء اللي هي المهمة، اللي هي الدرس، تمام، اللي هي بنسأل عنها. وإذا في فقرات بتكون عبارة عن فيها كلام يعني بين قوسين انه كلام يعني اضافي راح نتطرق لها بشكل سريع، ما راح نركز عليها لانه ما راح تكون هي اساس الدرس. طيب، راح نبدا على بركه الله. الوحده الاولى اللي هي تقريبا 80% من الكتاب عم تحكي عن اجهزه الجسم الانسان. طيب، انسان فيزيولوجي، يعني فيزيولوجيه الانسان، فيزيولوجيه الانسان يعني كيف جسم الانسان بيشتغل، تمام. فاول شيء راح نبلش ب دنت ليجي في دوزين ليجي سيستم دو يو اورجان لارو، يعني الجهاز التنظيمي والاشرافي واعضاء الحس، دو يو اورجان لارو اعضاء الحس، تمام. بعدين ديستيك في هركات سيستمي، جهاز الحركه والجهاز الهيكلي، تمام، ديستيك الهيكلي، تمام. طيب، سندريم سيستمي يعني جهاز الهضم، دولاشوم سيستم لري اجهزه الدوران، سولانوم سيستمي جهاز التنفس، اورينر سيستم جهاز الاطراح، اورمي سيستمي في امبريونيك جليشيم، تمام، الجهاز التكاثري، اورمي سيستمي جهاز التكاثري في امبريونيك جليشيم، التطور الجنيني، التطور الجنيني. رح نبلش نحن اول شيء الحكي عن الجهاز العصبي. طيب، دنتيليجي في دوزين ليجي سيستم دو يو اورجان لار. طيب، سينر سيستمي الجهاز العصبي. طيب، هاي الفقرة مو مهمة، في عندنا بس تعريف اللي بنهاية الفقرة هو التعريف هذا المهم. هاي الفقرة عم بقول انه بجسم الانسان في عندنا تقريبا 100 تريليون خلية، تمام. هاي الخلايا بتشكل انسجة واعضاء واجهزة، وهي الاجهزة لازم يكون في بشغلة نوع من التنسيق والتوافق، ما بتشتغل بشكل عشوائي، ما في جهاز بيشتغل بحيث انه يضر بجهاز اخر، فجسد الجسم كلها تشتغل بنوع من التوافق. طيب، مين اللي عم يأمن هذا التوافق؟ تمام، عم يأمنه بالدرجة الاولى الجهاز العصبي، بيجي بعده الجهاز الهرمونات الجسم يعني الجهاز الهرموني، واخيرا الجهاز المناعة، جهاز المناعة، تمام. طيب، فهي العملية اللي هي الحفاظ على عمل اجهزة الجسم بنوع من التوافق اسمها الهوموستازي او التوازن، انه يضل جسم الانسان مستقر، تمام. طيب، فنحن نحدد من هون ونقرا. طيب، وجود تاكي سيستم لارين بير بيريلي ويملو تشارش مصي في هوموستازينين كورون مصي، تمام. الأجهزة الموجودة بالجسم، تمام، تشتغل بين بعض البعض بشكل توافق، ويملو تشارش مصي العمل بشكل توافقي، تمام، في هوموستازينين يعني التوازن، تمام. كورون ماس اللي بيحفظ هالعملية هي، مين بيحفظ التوازن وعمل أجهزة الجسم بشكل متوافق مع بعض البعض؟ سينر سيستمي الجهاز العصبي، اندوكرين سيستم الجهاز الهرموني، في باغشكلك سيستمي الجهاز المناعي. جيبي مثل هدول الأجهزة، دنت ليجي في دوزين ليجي سيستم لير سايسندا جرتشكلشر، بيحدث أو بيتم الحفاظ على التوازن والعمل المتوافق بين أجهزة الجسم
عن طريق هاي الأجهزة. طيب فهون احنا نوصل لتعريف الهوموستازي. هوموستازي شو معناها؟ بيشان تشيفري كشولارنا رغم بالرغم من ظروف البيئة المتغيرة، تمام؟ وجود اتشي فيزيولوجيك اورتامن دينجندا تطلمس وسط الفيزيولوجي الداخلي للجسم، تمام؟ دينجندا تطلمس بضله بشكل متوازن، بيتم الابقاء عليه بشكل متوازن، تمام؟ اولاراك تنم لانبلر يمكن تعريفها، تمام؟ تنم لانبلر يعني يمكن تعريفها بان هي الحفاظ على توازن البيئه الداخليه لجسم الانسان بالرغم من تغير الظروف الخارجيه او الظروف المحيطه بجسم الانسان. طيب سينر سيستمي في اندوكرين سيستم، تمام؟ الجهاز العصبي والجهاز الهرموني هيموستازينين كنترولو اتشن من اجل السيطره على التوازن بيرليكتي تشالش مالارنا رغم من انه بيشتغلوا مع بعضهم البعض، تمام؟ تشالش ما شكلري بير بيرلرندان فارك لدر آلية العمل تبع مختلفة عن بعضهم البعض، ما بيشتغلوا بنفس الطريقة. طيب في ايضا هون، فاذا هون احنا لازم نركز في عندنا فرق، راح يذكر الفروق بين العمل الجهاز الهرموني وعمل الجهاز العصبي. طيب سنين هجلرندا في الخلايا العصبية ويارنن التلمسي الكتريكسال في كيمياسال اوراك جرتشكلشر في تشوك هزددر، تمام؟ توصيل التنبيهات ويارو يعني تنبيه، تمام؟ توصيل او نقل التنبيهات بيكون بشكل كهربائي الكتريكسال في كيمياسال، تمام؟ يحدث بشكل كهربائي وكيميائي في، وايضا شو كمان؟ تشوك هزددر، سريع جدا، سريع جدا. طيب عدد نحن الفقرة من الأول. طيب ميالون كلفو بير سنين هجرة سندة ويارو إليتمي أورطالما يوز يرمي متر هير ثانية دا هزلا جرتشك لشر. طيب فإذا عم يقول الخلايا العصبية اللي محاطة بغمد الميالين أو بغلاف الميالين، ميالين كلفلو يعني مغلفة بغلف بغلاف الميالين، رح أنا بس ندرس بعد شوي ان شاء الله شو هي الخليه العصبيه وتركيبها، رح نعرف شو هو غلاف الميالين، تمام؟ فاذا عم نقول ميالين كلفل بير سنر هجره سندا في الخليه العصبيه المحاطه بغلاف الميالين، طبعا مو هي محاطه، المحور تبعها. طيب ويارو التمي اورتالاما يعني متوسط نقل السرعه او نقل التنبيه، سرعه النقل تبع التنبيه قديش؟ 120 متر لكل ثانيه هزلا جرتشكلشر بهي السرعه. طيب يعني الميزي بطان بير انينن ويارسنن سينر هجلري الى مركزي سينر سيستميني تنشمسي تشوك قصا بير زمان الر. عم يقول اذا فاتت ابره بايدنا الميزي بطان بير اني يعني اذا ابره شكت بايدنا، تمام؟ هذا التنبيه يارسنن سينر هجلري الى مركزي سينر سيستميني تنشمسي يعني النقل بين الخليه العصبيه والجهاز العصبي المركزي يعني من عند ايدنا للمراكز العصبيه بالدماغ، تمام؟ شلون بصير؟ تشوك صابير زمان الر، بياخذ فتره زمنيه قصيره جدا. اويسا بالمقابل اندوكرين سيستم ذكي بالجهاز الهرموني هرمون لارن اويارو التمي ضهايا واشتر نقل التنبيهات الهرمونيه كيف شو بيكون؟ ابطا، بيكون بطيء. بدون سببي شو السبب ليش بيكون ابطا؟ فاذا هذا التعليل، تمام؟ هرمون اوريتيمينين في هرمون لارن كانالا تشن ماسنن زمان المصدر انتاج الهرمونات ونقل الهرمونات للاقنيه تبعها، تمام؟ كانالا تشن ماسنن يعني نقلها الى الاقنيه الناقله، تمام؟ زمان المصدر بياخذ فتره زمنيه، بياخذ فتره زمنيه. فاذا اعزائي الطلاب احنا هون اخذنا او فرق اساسي بين الجهاز الهرموني والجهاز العصبي، انه الجهاز العصبي او حتى فرقين، الفرق الاول انه الجهاز العصبي سريع الهرموني بطيء، الفرق الثاني النقل بالجهاز العصبي بيكون بشكل كيميائي وكهربائي، تمام؟ بينما بالهرموني على شكل هرمونات، بيكون على شكل هرمونات. طيب هون عم يقول انه نحن اثناء قراءتنا لهالنص هذا دماغنا عم يشتغل بدون توقف، الخلايا العصبيه بدماغنا عم تشتغل بدون توقف. عم يقول بالدماغ بكل سنتيمتر مكعب في عندنا 50 تقريبا 50 مليون خليه عصبيه، تمام؟ هي بس انه فقره اضافيه، فاذا نحن هي الفقره مهمه، تمام؟
وهي الفقرة أيضا اللي هي مدخل للدرس تبعنا. شو عم يقول؟ سينير سيستمي الجهاز العصبي نورون أضو فيرلين شوك فازلا وزلش مش هجرة لردان في. طيب رح نوقف بعدين أنت بتكمل. طيب فإذا الجهاز العصبي بيتألف من شو؟ من خلايا تسمى نورون، يعني عصبونات، تمام؟ نورون أضو فيرلين يعني تسمى نورون أو عصبونات، تمام؟ شوك فازلا وزلش مش يعني متخصصة جدا، متخصصة جدا، وزلش مش يعني متخصص، تمام؟ هجرة الأردان، فإذا أول شيء بيتألف من خلايا العصبونات، تمام؟ في نوروجيليا أو باختصار جيليا اللي هو الطبق العصبي، بالمنهاج العربي السوري الطبق العصبي اسمه، تمام؟ هجرة الأردان والأشر، فإذا الجهاز العصبي بيتألف من نوعين من الخلايا، عصبونات ودبق عصبي، تمام؟ طيب شندي بو هجرة لري في غوريف لرني دها لتايلي أو لراك إنجليلين. فإذا رح نشرح، خلينا نشرح الخلايا هي وظائفها بشكل مفصل أكثر، بشكل مفصل أكثر. طيب الخلية العصبية، هذا الرسم تبعه هون رح نقرأ شو عم بيقول. سينير هجرسي الخلية العصبية بين قوسين نورون يعني عصبون. طيب سينير هجرسي وجوده مزنون إن فازلا وزلشان هجرة لرندان بيردل. فإذا هي واحدة من أكثر الخلايا تخصصا بجسمنا نحن. طيب و تمال دا بشكل عام اوتش قسم دان ولشر تتألف من ثلاث أقسام، تتألف من ثلاث أقسام. هجرة جوفدسي جسم العصبون، دندرت اللي هي التغصنات، في أكسون يعني هو المحور. فإذا إذا طلعنا نحن على الرسمة هاي رح نلاقي هالكتلة هاي الكروية الضخمة هاي اللي هي هجرة جوفدسي جسم العصبون، وهدول التفرعات اللي هن دندرت اللي هن التغصنات، عفوا دندريت، تمام دندريت التغصنات، وهي الاستطالة الوحيدة اللي هي بتكون أطول من هدول التغصنات اللي هي الأكسون اللي هي المحور، اللي هي المحور. طبعا في تسميات إضافية هلا ما رح نحكي عنها، بس نشرح مكونات الخلية العصبية بالتفصيل، نرجع لهم شوي شوي حتى يكون الشرح واضح ومفصل. طيب فإذا أول شيء إن الخلية العصبية تقسم إلى ثلاث أقسام، جسم العصبون والتغصنات والمحور. طيب سنن هجرة سندة ويارنن إليتمي يونو، إليتمي يونو دندرتان أكسونا دورودور. فإذا اتجاه النقل بالخلية العصبية أو نقل التنبيه من التغصنات إلى المحور، دندرتان أكسونا يعني الخلية العصبية بتستقبل التنبيهات من التغصنات هاي، بتيجي لجسم العصبون، جسم العصبون بيبعث شو الأمر العصبي، بيبعثه عن طريق المحور. فإذا في عندنا احنا قطب مستقبل وقطب مرسل، فإذا النقل بيكون شو مستقطب أو قطبي، يعني في عندنا قطب مستقبل وقطب مرسل. طيب فإذا هي رسمة دندرت ويارو إليتم أكسون. طيب سنين هجرة، سنين هجرة زارنا غشاء الخلية العصبية يسمى نورلما، اسم غشاء الخلية العصبية اسمه نورلما. طيب سيتوبلازما سنا، السيتوبلازما اللي موجودة داخل الخلية العصبية كمان إلى اسم خاص اسمه نوروبلازما، يعني البلازما العصبية أو السيتوبلازما العصبية، تمام؟ طيب هلا رح نحكي نحن عن كل قسم من أقسام الخلية العصبية بشيء من التفصيل. طيب هجرة جوفدسي الخلية جسم العصبون، ميتوكوندري الميتوكوندري اللي هي عضية صنع الطاقة، ريبوزوم اللي هو عضية صنع البروتين، اندوبلازميك ريتيكولوم جيبي. طيب الشبكة السيتوبلازمية الداخلية انتوبلازميك يعني سيتوبلازمية داخلية، ريتيكولوم يعني شبكة، تمام جيبي مثل هاي العضيات، اورجانيل لارين يعني مثل هاي العضيات، تمام اورجانيل يعني عضية، في تشيكردغين بولوندوغو كسمودر. فاذا هو قسم بيوجد فيه هاي العضيات الاضافة الى النواة. طيب ايرجا ايضا اي جلشمش في بيلرجين بير تشيكرديك تشيك تشيلر، بيحتوي نوية تشيكرديك تشيك يعني نوية، تمام متطورة بشكل جيد، متطورة بشكل جيد، و بيلرجين يعني واضحة. بعض السنر هجرة لرندا في بعض الخلايا العصبية بيردان فازلا تشيكرديك بلنا بيلر، ممكن يكون فيها أكثر من نواة، فيها أكثر من نواة. طيب جرانولو اندوبلازميك ريتيكولومون الشبكة السيتوبلازمية الداخلية الخشنة، جرانولو يعني الخشنة أو المحببة أو الحبيبية، تمام؟ طيب
هاي طبعا العضلات الخلية كلها درستوها أعزائي طلاب الصف التاسع، يعني ما بدنا نحن نرجع نشرح كل وحدة ليش هيك اسمها، تمام؟ مو هي موضوع بحثنا. طيب، بولون دوغو ميكرو سكوبتا، تمام، تحت المجهر، تمام. دهاكو يو رينكلي جورولين بولجلر، في عنا مناطق بتكون غامقة، دهاكو يو رينكلي يعني لونها غامق، لونها بيكون أكثر غماقة، تمام. طيب هاي المناطق شو اسمها؟ نيسيل جسم جيكلر جسم، تمام، اللي هي جسيمات نيسيل، نيسيل جسم جيك ليري، تمام، اوراك ادلاندلر، فاذا تسمى جسيمات نيسيل، فاذا في الشبكه السيتوبلازميه الداخليه الخشنه يوجد فيها مناطق مظلمه اكثر او عاتمه اكثر معتمه اكثر. هاي المناطق هي عباره عن جسيمات نيسيل. طبعا جسيمات نيسيل طبعا هي لها وظيفه محدده، بس هون مو ذاكرين شو وظيفتها. طيب نحن نمشي مثل الكتاب. طيب هجريك اوف ديسندا ايرجا، ايضا في جسم الخليه العصبيه هجري اسكيلتينين الماني اولان نورو فيبرلر بولون، فاذا يوجد ايضا في جسم الخليه العصبيه شيء اسمه هجري اسكيلتين، يعني الهيكل الخلوي، الهيكل الخلوي، تمام، بيتالف من شو؟ من الليفات العصبيه، نورو فيبرلر يعني الليفات العصبية، تمام. طيب سنين هجر لرنين يعني لنما يتنك لري تشوك سنر لدر، فإذا القدرة على التجدد بالخلايا العصبية محدودة جدا، تمام. هجر سنر هجر لرنين يعني لنما يعني التجدد، يعني قصده يقول لك الانقسام، تمام. يتنك لري يعني القدرة، تمام. تشوك سنر لدر يعني محدودة جدا، محدودة جدا. طيب انتهينا من جسم العصبون، ننتقل للتغصنات. التغصنات دندريت، تمام، هجري جوف دي سندان تشوك سايدا تشيكان وزانت لدر، فاذا هي استطالات متعدده، تشوك سايدا متعدده تخرج من جسم العصبون. طيب نورون لارن دير سنر هجر لارندان اويارو الماسını صغر، تاخذ او بتامن اخذ التنبيهات من الخلايا العصبيه الاخرى، تمام. دير سنر هجر لرندان ويرى المصنط، أخذ التنبيهات من الخلايا العصبية الأخرى. طيب انتهينا من التغصنات، بنيجي لعند المحور. طيب أكسون دندريت جيبي مثل التغصنات هجريك اوف ذا سندان شكار، فقط ولكن تكبير اوزانت شكل ددر، فإذا هو عبارة عن استطالة وحيدة، استطالة وحيدة. طيب دالان ما يابماز، لا يتفرع، لا يتفرع. أكسون أزونلغو فارقلو سنر هجرلرندا ديشيكليك جوستر، فإذا استطالة الأكسون تختلف حسب نوع الخلية العصبية، تمام. أكسون أزونلغو طول المحور، فارقلو سنر هجرلرندا ديشيكليك جوستر، بيظهر اختلافات في الخلايا العصبية المختلفة. أمورلكتان، أمورلك يعني هو النخاع الشوكي، النخاع الشوكي. أمورلكتان تشكان في أياك برمك لارنا كدار أزون أزانان سياتيك سنر إنسان وجود داكي إن أزون أكسون صاحبتر، فإذا عم يقول لك العصب اللي بيخرج من النخاع الشوكي أمورلكتان تشكان في أياك برمك لارنا كدار، من يعني من النخاع الشوكي الى اصبع القدم، الى اصبع القدم، تمام. اوزانان سياتيك سينر اللي هو العصب الوركي، سياتيك سينر يعني العصب الوركي، تمام. شبه هذا العصب الوركي انسان وجود داكي ان اوزون اكسونا صاحبتر، يمتلك اطول محور، اطول محور في جسد الانسان، فاذا اطول عصب بجسم الانسان هو العصب اللي بيخرج من النخاع الشوكي بينزل لعند اصبع القدم اللي هو يسمى العصب الوركي، تمام، سياتيك سينر. طيب أكسونون غوريفي، وظيفة الأكسون شو هي؟ هجرة غوف دي سندان ألدغو أوياريو دير سنر هجرة سنة دورو تشمكتر، فإذا وظيفته أخذ التنبيهات من جسم العصبون ونقله إلى خلايا عصبية أخرى، تمام؟ نقله إلى خلايا عصبية أخرى. طيب أكسون بويونجا إليرليان أويارو، التنبيه اللي عم يمشي على طول الأكسون، تمام؟ إليرليان اللي عم يتقدم على طول المحور. أكسون أجندان دير سنر هجرة سنين دندريتيني أكترلر، فإذا السيل العصبية اللي ماشي على طول المحور
من طرف المحور أكسون أجندان، يعني من طرف المحور تنتقل لتغصنات خلية عصبية أخرى، تمام؟ دير سنين هجرة سنين دندريتيني، يعني إلى تغصنات خلية عصبية أخرى شبه أكتارلر، يعني ينقل تنتقل إلى خلية عصبية أخرى. طيب انتهينا من أقسام الخلية العصبية، بنيجي لعند غلاف الميالين أو غمد الميالين. طيب غمد الميالين أعزائي، طبعا قبل ما نحكي هون نحن بنرجع للصورة بس شوي، اللي هو هون مضحينه بقطع هاي اللي باللون الأزرق، شايفين ميالين كلف، يعني غلاف الميالين أو غمد الميالين. طيب الميالين هاي اللي هي مادة دسمة، نحن بالمنهاج العربي بنقول غمد النخاعين، اللي هي بتعطي اللون الأبيض للعصب، تمام؟ طيب بنيجي نقرأ وجود طابلونان باز سنر هجرة لرنين أكسون لارو ميالين كلف أضو فرلن بير أورتو إلي صار لدر. فإذا عم أقول لك بعض الخلايا العصبية بجسم الإنسان المحاور تبعها بتكون محاطة بغلاف الميالين، تمام؟ بير أورتو يعني غلاف، تمام؟ إلي صار لدر يعني محاطة بهذا الغلاف. طيب ميالين كلف غلاف الميالين أكسون دا إلي تيمي التوصيل في المحور هزلاندرر بيسرع التوصيل في المحور. طيب ميالين كلف لار غلاف الميالين، تمام؟ أرسنتا كلان بوشلوك لارا الفراغات اللي بيناتها تسمى رينفيير بوغومو، يعني عقد رينفيير أو اختناقات رينفيير، تمام؟ أضا فيرل. فإذا نحن إذا بنلاحظ هون هذا المحور هذا أعزائي اللي باللون الأحمر هذا هو، تمام؟ محاط بغلاف الميالين، ولكن بتلاقوا في عندنا فراغات بتكون ما فيها أي شيء، هاي الفراغات تسمى اختناقات رانفيير او عقد رانفيير، تمام؟ رانفيير بغمو يعني اختناقات رانفيير، تمام؟ طيب انتهينا من غلاف الميالين، هيك بنكون انتهينا من الحديث عن الخلية العصبية، تمام؟ اللي هي النورون او السنين هجرسي، تمام؟ طيب ننتقل للحديث عن شيء اسمه النوروجليا او الجليا اللي هي الدبق العصبي، الدبق العصبي. طيب شو عم يقول هنا؟ نوروجليا او جليا، جليا عفوا، هجرة لرنين غوريفي وظيفتها للدبق العصبي شو هي؟ نورون لارا ديستيك ساغلاماكتر، فاذا بتامن الدعم للعصبونات، تمام؟ بتامن الدعم للعصبونات. سينير هجرة لريني ساراراك بير ارادا توتار، فاذا بتثبت الخلايا العصبيه، بتثبت الخلايا العصبيه. اون لارا بسين في اكسجين ساغلار، بتامن نقل الغذاء والاكسجين للعصبونات. طيب ميكروجليا اضي فيرلين هجرلين، فاذا في عندنا نوع من الخلايا الدبق العصبي اسمه الميكروجليا او الخلايا خلايا الدبقيه الصغيره، تمام؟ بس اسمعوا اعزائي الطلاب كلمه ميكرو معناها صغير او دقيق، تمام؟ طيب هاي الخلايا اسي هاي الخلايا شو بتعمل؟ مركزي سينر سيستميني باتوجين لري كارشو كرور، فاذا بتحافظ او بتحمي الجهاز العصبي المركزي، مركزي السينير سيستميني يعني الجهاز العصبي المركزي اللي هو بيشمل الدماغ والنخاع الشوكي، تمام؟ باتوجين لري، باتوجين يعني الممرضات، يعني بتشمل البكتيريا والفيروسات والفطريات، فهي اسمها الممرضات، تمام؟ باتوجين العوامل الممرضه، تمام؟ كارشو كرور يعني بتحمي من العوامل الممرضه. فاذا وظيفه الدبق العصبي بشكل عام شو هي وظيفته؟ وظيفته انه هو يأمن الدعم للعصبونات ويحميها ويأمن لها نقل الغذاء والاكسجين وايضا تخليصها من الفضلات. طبعا الخلية العصبية لما تتنفس عم تنتج ثاني اكسيد الكربون، عم تنتج ايضا مواد اخرى نتيجة حرق الغذاء، تمام؟ فايضا بتاخذ الفضلات من العصبونات تطرحها لوين؟ في الدم. طيب عندنا نوع من خلايا الدبق العصبي اللي هي خلايا شوان، شوان هجرلري، تمام؟ خلايا شوان نورون لارن اكسون لارن سران، بتحيط بمحاور العصبونات في ميالون كلفو اوريتين بيرتشيت جيليا هجرلردر، فاذا هي نوع من الخلايا الدبق العصبي بتحيط بالمحاور تبع الخلايا العصبيه وبتقوم بانتاج غلاف الميالين او غمد الميالين، تمام؟ ميالين كلوفو أوريتين يعني تنتج غلاف الميالين. هون نحن أعزائي الطلاب الصورة مو واضحة، ما في توضيح للصورة، بتكون آخر طبقة هي عبارة عن طبقة عبارة عن خلية بتحيط بغلاف الميالين، هي اللي بتقوم بإنتاج غلاف، ولكن
مو دائما هون ما... طبعا هن مو واضحين يعني بشكل مفصل، هي بتكون خارج المراكز، جوا المركز العصبي اللي بنتج غلاف الميلين نوع من الخلايا، خارج المركز لما بصير العصب برا الدماغ برا النخاع الشوكي في نوع اخر اللي هي خلايا شوان، هي اللي بتنتج غلاف الميلين. طيب نورون تيشيتلري، انواع العصبونات، انواع العصبونات. طيب انواع العصبونات بشكل عام هي عصبونات حسيه وعصبونات بينيه او واصله وعصبونات محركه. طيب من اسمها الحسيه تستقبل الاحاسيس، الحركيه بتعطي اوامر حركيه، الواصله بتوصل بين الحسي وبين الحركي، بتقوم بالتوصيل بين الحسي وبين الحركي. طيب رح نبلش نقرا اول نوع منها. طيب ديو نورون لارو، العصبونات الحسيه، بين قوسين، طبعا بين قوسين مصطلح بين قوسين كمان مطلوب انكم تحفظوه، افرنت نورون لار يعني العصبونات ايضا الحسيه، ولكن هذا المصطلح الانجليزي تبعه. تمام. طيب ديو اورغان لارندان فيا دير اورغان لاردان جلان كوكو تات سيس باسونج اغر جبي اويارو لارو، فاذا تستقبل التنبيهات مثل الالم، تمام، باسنج الضغط، سيس الصوت، طاط الطعم، كوكو الرائحه، تمام، تستقبلها من اما من اعضاء الحس ديو اورغان لارندان من اعضاء او من الاعضاء الاخرى دير اورغان لاردان من الاعضاء الاخرى، تمام، يعني اذا انت تتالم، تمام، هي ليست طاعم ولا رائحه ولكن هي شو اغر الم، تمام. طيب مثل هي التنبيهات دندريت لاري لي يعني بواسطة التغصنات تبع عن طريق التغصنات تبع، تمام، على راكب تاخدها مركزي سينر سيستميني بيين فيا أمرليك تشر، تمام، تنقل التنبيهات إلى الجهاز العصبي المركزي اللي هو الدماغ والنخاع الشوكي. طيب أرى نورون لار يعني التغص العصبونات الواصلة أو البينية، تمام، شو عم يقول؟ مركزي سينر سيستميني ايت هجرة لردر، فاذا هي خلايا موجوده فقط في الجهاز العصبي المركزي يعني براته ما بتكون موجوده، تمام. ديو نورون لاردان جلان اويارا لارو الر، تاخذ التنبيهات الجايه من العصبونات الحسيه في دير لندرر، بتعمل لها تقييم، بتعمل لها عمليه شو؟ تقييم دير لندرر ما سونوجو، نتيجه التقييم الاشتردوك لارو جوابه دا موتور نورون لارا إليتر، بعد ما تعمل تقييم للتنبيه هذا الرد الفعل الناتج الاشتردوك لارا جوابه، الجواب اللي هي رد الفعل، تمام، تنقل لمين؟ لا العصبونات المحركة، موتور نورون لارا إليتر، تنقل التنبيه لا العصبون المحرك. طبعا هي ليش تعمل تقييم؟ لأنه بعض الأحاسيس ما تطلب حركة، تمام، بس أنت بتحس فقط، تمام، فهي تعمل تقييم، هل الحس هذا انا اللي انا وصلني لازمه رد فعل ولا مو لازمه؟ اذا لازمه رد فعل تنقله لمين؟ للخلايا المحركه، اذا مو لازمه رد فعل ما بتنقله. واضح؟ طيب اخر نوع العصبونات المحركه موتور نورون لار، تمام، او افرنت نورون لار. طيب مركزي سينر سيستمندان الدك لارو جوابه تبكي فريليجك اورجانا كاس صالقه بزلري الى اخره، تمام، فاذا هي بتاخذ التنبيهات من الجهاز العصبي المركزي وبتعطيها لمين؟ للاعضاء المنفذه تبكي فيرلجك يعني رح تقوم برد الفعل، تمام، اورجانا يعني الاعضاء التي سوف تقوم برد الفعل مثل العضلات او الغدد المفرزه، الغدد المفرزه، تمام، اليتين بتروجو نورون لاردر، فاذا هي عصبونات بتقوم باصدار التوصيل، تمام، يعني هي بتنقل، تمام، بتروجو يعني مرسلة أو صادر، تمام، فإذا نحن عنا الخلايا العصبية الحسية بتاخد، تمام، بتاخد التنبيه بتستقبل وهي بترسل التنبيه للأعضاء المنفذة، تمام. طيب هذا الرسم هذا بيوضح أعزائي الطلاب أنه المنبه أويارو، تمام، ريسيبتور أورجان العضو المستقبل، ضيو أورجان العضو الحسي مثلا عين أنف اذن، يعني هي مقصود فيها العضو الحسي، تمام، بيروح لوين؟ لا ديو نورون العصبون الحسي، الارا نورون بينقل للموتور نورون اللي هو المحرك، بينقل لتبكي اورجانو او افكتور اورجان يعني العضو المنفذ اللي بيقوم برد الفعل. طيب اعزائي الطلاب رح توقف احنا هون ان شاء الله تعالى، وبنكمل باذن الله تعالى بالدرس القادم بالحكي اكثر بالتفصيل عن الجهاز العصبي المركزي.
Thank you.